في زمن حكم المخابرات السورية الذي شهد عدد كبير من سكان بيروت على سطوتها وقهرها لهم، تندرج وقائع دموية جرت في شوارع وأحياء العاصمة تحت ستار الحفاظ على الأمن. وفي واحدة من أبرز بصمات المخابرات السورية في سجل الحرب اللبنانية، مجزرة ثكنة فتح الله في 24 شباط عام 1987 التي ذهب ضحيتها 22 شاباً من حزب الله. حصلت الحادثة على أثر عودة الجيش السوري إلى بيروت بحجة فض الاشتباكات شبه اليومية في أحيائها الغربية بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، وضبط حرب المخيمات التي تولتها حركة أمل بتكليف من استخبارات الرئيس السوري حافظ الأسد لمنع تمركز قوى منظمة التحرير فيها من جديد. كانت تعليمات الجيش السوري تقضي بضرورة عدم وجود أي مسلح في الشوارع تحت التهديد بإطلاق النار عليه مباشرة. بمشاركتكم مثل ما معناكم الطيبة إنكم فتوا على بيروت الكبرى. في ذلك اليوم وصلت دورية إلى ثكنة فتح الله المقر الرئيسي لحزب الله التي تقع في موقف السيارات الذي بنته بلدية بيروت بالقرب من منزل رئيس الحكومة السابق شفيق الوزان في حي البسطة. نزل عناصر المخابرات السورية وصرخ قائد المجموعة بالحارس المسلح على مدخل الثكنة طالبا إليه تسليمه سلاحه، فحصل تلاسن وأطلقوا عليه النار. فجأة حاصر العشرات من مقاتلي حزب الله قائد المجموعة وجردوه وعناصره من أسلحتهم وأحرقوا لهم سياراتهم، وقام المسؤول عن الثكنة ويدعى مصطفى شحادي بوضع سلاحه في صدر الرائد السوري وسحبه إلى الثكنة. وبعد خروج الرائد كان منظره مثيرا للسخرية، إذ تم حلق شاربه الأيمن وحاجبه الأيسر، وقام عناصر الحزب باستعراضه في الشارع. فكانت بداية الكارثة، إذ أصدر رئيس شعبة الاستخبارات السورية في لبنان يوم ذاك غازي كنعان أمرا لعناصره بالهجوم على الثكنة وتصفية كل من فيها، قائلا بالحرف: لا أريد جريحا ولا أسيرا. توجهت مجموعة من المخابرات السورية إلى الثكنة وبدأت بجمع الشبان المتواجدين عند مداخل الأبنية وأوقفتهم في مدخل أحدها وبدأت برميهم بالرصاص. قتل الجميع باستثناء شاب واحد وهو من روى القصة. أدان حزب الله الهجوم واعتبره مجزرة غير مبررة ودعا إلى محاكمة القوات السورية المعنية بالهجوم. وبعد الطائف أصبح قائد تلك المجموعة ويدعى جامع جامع مسؤولا عن موكب مرافقة الرئيس اللبناني المنتخب ريني معوض، وللمصادفة لم يكن موجودا لحظة الانفجار بل حضر بعدها ورتب إزالة الجثث والأنقاض واعتقال العابرين للتحقيق معهم. وتعتبر مجزرة ثكنة فتح الله إحدى الاصطدامات النادرة المباشرة بين الجيش السوري والمقاومة الإسلامية، وقد ظلت ذكراها تتردد في أذهان وضمائر أهل بيروت وضواحيها.